بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع التفاصيل الخاصة بدرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، إنما مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها خلال اليوم. طبعا هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، المناطق اللي موجودة في الجنوب الصعيد توصل ل 40 درجة مئوية وبالعظمى خلال فترة النهار، لكن في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة في الجو. ارتفاع نسب الرطوبة في الجو بيزود إحساسنا إن في ارتفاع في درجات الحرارة، ونحس قيم درجات الحرارة أعلى من القيم اللي أنا قلتها دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لأن القيم اللي أنا قلتها هي درجة الحرارة المقاسة بالظل المحسوسة اللي إحنا بنحسها في الشارع بنتيجة تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو وجود نسب رطوبة في الجو دايما بتبقى أعلى من القيم المتوقعة. طيب هو إيه أسباب الرطوبة أو ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة في الجو عموما؟ احنا طبعا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. امتداد منخفض الهند الموسمي ده معاه كتل هوائية حارة، بتبدأ الكتل الهوائية الحارة دي تمر على البحر المتوسط فبتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي ده اللي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو، تبدأ تأثر على أغلب المحافظات. المناطق المطلة على البحر المتوسط بتبقى أعلى رطوبة، يعني متوسط الرطوبة خلال فترات الليل ودي بتبقى العظمى بتراوح ما بين 80 ل 90%. المناطق الداخلية بتبقى أقل ما بين 70 و 75%، كل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت نسب رطوبة أقل. فدايما وجود نسب رطوبة هو اللي بيخلينا نحس إن في ارتفاع كبير في درجات الحرارة. طبعا وأكيد التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأنا واقف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة أو فترة الصباح الباكر أو مدة وقوتي تحت أشعة الشمس، العوامل دي هتؤدي لإحساسنا بالارتفاع في درجات الحرارة. عشان كده طقس فترة النهار بنحس بيه إن هو طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. طقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. كمان فترة النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، يعني مفيش أي سحب ممكن تأثر وتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بحس إن في ارتفاع في درجات الحرارة. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن لسه في نسب رطوبة في الجو، فأجواء فترة الليل تحديدا بتبقى حتى الساعات الأولى من الليل بتبقى أجواء معتدلة رطبة على أغلب محافظات الجمهورية، مع ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر الأجواء بتعتدل بشكل كبير. في كمان نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء ساعات الليل، نشاط الرياح ده هيعمل بشكل كبير على تلطيف الاجواء خلال فترات الليل ساعات الليل المتاخر، سرعات الرياح ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه وغير مثير لاي رمال واتربه. متوقع استمرار تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف فتره الصباح الباكر في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس وان شاء الله ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، والرؤيه بتتحسن بشكل كبير مع الساعه 7 صباحا. طيب انا مش عايزه يفوتني التواصل مع حضرتك النهارده غير لما تقولي لي الاماكن الساحليه او المحافظات الساحليه ايه اكتر اماكن ممكن نروحها ويبقى الجو فيها احسن شويه، رطوبه فيها اقل شويه، درجات الحراره اقل شويه. هي طبعا المناطق الساحليه القريبه من المسطحات المائيه ان كان البحر الاحمر او البحر المتوسط الرطوبه بتكون فيها عاليه، لكن قيم درجات الحراره بتبقى اقل فين؟ طبعا في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، لان متوسط درجات الحراره خلال فتره النهار العظمى على السواحل الشماليه ما بين 28 ل 30 درجه مئويه فتره النهار. وجود نسب الرطوبه اللي موجوده ممكن تخليها نحس ان هي 33، لكن هي بتبقى اقل احساسا واقل قيم درجات حراره طبعا من المناطق الاخرى، يعني سواحلنا المطله على البحر الاحمر درجات الحراره متوسطها ما بين 38 ل 40 درجه مئويه، فطبعا الطقس فيها بيكون شديد الحراره، فسواحلنا طيب. المطله على البحر المتوسط بتكون اقل حراره من المطله على البحر الاحمر. في توصيات او محاذير المصطفين ياخدوا بالهم منها طول اليوم سواء الصبح او بالليل؟
هو طبعا خلينا نقول الاول ان على مدار 48 ساعه القادمه حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن من يوم السبت اللي جاي هيكون في ارتفاع امواج على شواطئ شمال الدلتا والاسكندريه والعلمين ومطروح، فده ممكن يعني يشكل خطوره على الساده المصيفين، فلازم ناخد بالنا لان الامواج ممكن تتجاوز 2 متر على الشاطئ، فلازم ناخد بالنا ونتابع النشره الجويه ونشوف ارتفاع الامواج على البحرين. ثاني حاجة احنا دايما بنقول ان فترة الظهيرة هي الفترة اللي بنسجل فيها اعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله من الساعة 12 الظهر تقريبا لحد الساعة 3 4 العصر، الفترة دي لازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس، فاحنا لو حابين نخرج هتبقى فترة الصباح حتى الساعة 12 او ما بعد فترة الساعة 3 4 العصر، لكن فترة الظهيرة لو انا موجود على البحر يبقى لازم اكون موجود تحت الشمسيات، لازم كمان يبقى لو انا موجود في الشارع بصفه عامه يبقى معايا اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره عشان ما اصابش بالالهاد الحراري او بضربات الشمس. كمان مهم جدا نوعيه الملابس، تكون ملابس قطنيه فتحت اللون بشكل كبير، اتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم كله، وكمان بقدر الامكان اكون موجود في اماكن جيده التهويه، ممكن الاماكن الجيده التهويه هتساعدني على عدم الاحساس بنسب رطوبه، وطبعا احنا دايما بنقول لازم يوميا نتابع النشرات الجويه ونشوف ايه الظواهر الجويه المختلفه، نشوف ارتفاع الامواج على البحرين لان ده اللي يهمنا في الفتره دي بشكل كبير. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 34-24، اسكندرية 30-23، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 29-22، ودمياط 29-22، بورسعيد 30-22، والإسماعيلية 35-22، السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، العريش 30-22، كاترين 33-16، طابة 35-25، حلايب 34-28، شلاتين 37-29، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 36-25، الوادي الجديد 40-27، أسيوط 37-26، سوهاج 38-26، قنا 41-26، الأقصر 39-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليكي يا لميا.